السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا من جديد في هذا الدرس على شيفالي دوبل. اليوم نحاول نديرو ان اناليز معكم توفيق بالعياشي دو لاشين توفيق انيميشن مور. القناة راه غنية، عندكم بزاف ديال الفيديو، دخلوا لسمية القناة يعني تكليكي على توفيق انيميشن مور اللي تحت الفيديو، ولا شوف الروابط اللي تحت هذا الفيديو. إذا كليكيتي على الرابط ديال ترون كوما غيخرجوا لك جميع الدروس ديال لو ترون كوما، وكل درس راه كتلقاه، كتلقى مثلا لا لوسون نيميرو 1، غتلقاها لوسون نيميرو 1 تلقى جوج فيديوهات، فيديو بالعربية وفيديو بالفرنسية. بحال هذا الدرس دابا كنسجل الفيديو بالعربية هو الأول، وكنتبعو مباشرة الفيديو ديال الفرنسية. يعني هذا الفيديو دابا غنسجلها لكم مفسرها بالعربية، ومباشرة من وراها كنفسرها بالفرنسية. دونك غندوزو دابا او الوغ عفاكم غتسمحوا لي راه قلبت هاد الجوج ديال ذاك، فعندكم غنتناولوا جوج ديال المواضيع الاساسيه اليوم. غنشوفوا لي كاركتيريستيك دي فانتاستيك دون لو شيفالي دوبل. بمعنى ديك المره فاش بغينا نديروا الدرس التقديمي لو شيفالي دوبل درنا لي كاركتيريستيك دي فانتاستيك عموما. دابا بغينا نشوفوا لي كاركتيرستيك فانتاستيك في لو شيفالي دوبل، كيفاش هذوك الحويجات اللي شفناهم تما كيفاش حققهم الكاتب في لو شيفالي دوبل. ثم بغينا نشوفوا لو تيم دي دوبل. عندنا هنا لو دوبل شيفاليه وكيركز على واحد لا 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 لو تيم اللي كيتعاود في عدد ضخم جدا من لي زوفغ، ديك الازدواجيه ديال الخير والشر. داكوغ دوك شو القصص مثلا، مشيتي قصص بوليسيه، مشيتي قصص ديال الرعب، مشيتي قصص دائما كتهضرنا على الازدواجيه ديال الخير والشر. دوك تسمحوا لي ايوي دوك اذا غادي ندوزو ان شاء الله. بعض المرات سبحان الله كتكون هكا بيرتوربي، كيكون التركيز ديالك ماشي هو هذاك. دوك اذا غدزنا دابا كبدينا الخصائص ديال لو فونتاستيك في هاد لوفغ. اذا اول حاجه في لو فونتاستيك قلنا كيكون عندنا ان اونكراج دون لو ريال، ومن وراه كندوزو كيبدا لو سيغناتوريل كيدخل بشويه بشويه. اذا كيفاش حقق لنا الكاتب لونكراج دون لو ريال؟ لو ريسي ديمار دون ان كادر رياليست. فايت لنا فسرنا بان رياليست كتعني مطابق للواقع، تقدر يكون من محض خيال الكاتب، ولكن جميع داك الشيء اللي فيه كيكون مطابق للواقع. اذا لما مشينا لديك البدايه ادويج كتبكي وعايشه في لو شاطو في النرويج والثلج وكذا، غنلقى بان هذيك الحويجه كلها مطابقه للواقع. يعني البدايه ديال القصه لجا شي واحد وقال لي هذه القصه راه حقيقيه، غنقول اه ممكن. علاش؟ هذيك البدايه ما فيها حتى حاجه اللي كتوحي ليا بانه القصه راه يمكن تكون غير من الخيال ديال الكاتب، لان فيها شي حاجه اللي غير مطابقه للواقع، شي حاجه اللي ما يمكنش يصدقها الواقع. دونك لا نوفيل رياليست كلها كتكون هكا، ولكن لا نوفيل فانتاستيك كتبدا هكا وبشويه بشويه كتم غاديه وكتبدا كتحول لو سيرياليست. نورمالمون كيكون ثلاثة ديال لي زيتاب. دونك كتبدا دو فاسون رياليست وكيجي ما هو سيغ ناتوريل، وفي اخر القصة كنعاودو نرجعو لو ناتوريل. وهاد لو سيغ ناتوريل كيطرح دائما واحد كيطرح واحد نوع من التردد. داكوغ كيبقى القارئ يتردد واش غيصدق هذاك ولا ما يصدقوش. دونك نعاودو نرجعو لهاد النقطة من بعد. اللي يهمنا دابا لو ديكور راه عادي، قلنا ان شاطو دو نوبل ياك، سو سون دي بارون دون ان بيي نورديك، بالضبط لو نورفيج النرويج، افيك دي بيرسوناج تو سكيليا دو فريسمبلابل. فريسمبلابل زيدو اس عفاكم، حيت قلنا بيرسوناج في الجمع، و دي بيرسوناج تاعي زيدو اس. D'accord. Donc maintenant, l'insertion du surnaturel. Et dans la hâte, m'arrête à طلش القصة شي شي ثلاثة الفقرات الأربعة، ما حسبتش بالضبط شحال من فقرة، ولكن دغاك غادي تجي لاريفي دو بوهيميا دو جيتون، بيرسوناج انيغماتيك، غتجي هاد الشخصية اللي غريبة
dont la personne et le regard ont des influences surnaturelles et néfastes. إذن النظرة ديالو والضحكة ديالو والشخصية ديالو عندها تأثيرات سلبية، عندها تأثيرات سحرية اللي بغيت تقول سيغناتيغال، تتجاوز الواقع، غتسبب في الحمل ديال إدويج، وغتسبب في أن الولد اللي غيتولد غيكون فيه جزء من الشخصية ديال هاد البوهيميا، بحال تا هو نوعا ما اب ثاني ديال هذاك الولد كور لو بارون الاب الاول وهاد لوبيوميا الاب الثاني وهاد الابن غيولي مشروكين فيه جوج ديال الاصول جوج ديال لي زوريجين. اذا لينيغم نون ريزولي قلنا بانه واخا كتكون واحد العوده لو ناتوريل في الاخر كيختفي داك العنصر السيغ ناتوريل كنرجعوا لما هو ناتوريل ولكن لا بغيت تقول كيبقى داك اللغز حول داك لو سيغ ناتوريل كيبقى قائم وهذاك لو سيغ ناتوريل ما كينهزمش داكوغ واخا كاع ينهزم كيجي حتى لاخر المطاف وكيعاود يدير لك شي لقطه ولا شي جمله ولا شي حاجه اللي كانت لقطه اللي كان فيلم اللي كتوحي بانه راه مازال هذاك لو سيغناتوريل مازال حاضر. دوك فهنا تساؤلات كتبقى دون جواب ياك كومون ايدويج اتيل طومبي اونسانت علاش حملات هاد ايدويج مجرد نظره من هذاك البوهيميا حملات كومون لو دوبل اتيل بي سو ماتيرياليزي نتكلموا على انه فيه جوج ديال الشوفالي فيه جوج ديال الفرسان وكذا حاجه ولكن يجي هذاك لو شوفالي الثاني ويوقف قدامه ويضرب هو وياه دونك اذا كيفاش تم هذا الامر غادي يبقى هذا الامر تا هو ما عنده حتى جواب وكيفاش هذيك بغيندا عرفات هذاك الشوفالي كاع الناس ما كيشوفوش ذاك الشوفالي اللي كيرافق اوليف حتى هو نيت ما كيشوفوش ولكن هي شافته وقالت لي راه خاصك تخلص منه وكذا اذا هذه ضمن الالغاز اللي كتبقى قائمه عندنا في هذا لوفغ واللي ما غلقوش ليها جواب. انستالاسيون دون امبيونس دو بور واحد الجو ديال الرعب وديال الخوف داكوغ هنا غنطلب منكم تقراو واحد جوج ديال لي باساج وفي الحقيقة نوريكم أنا غير لمحة منهم داكوغ إذا كي يكون خرجوا القصة نمشو أسيدي الانسيرسيون داكوغ ونمشو لسينيي ونجو لطومبيت نديرو لها أتانتر بيان ألوغ إلا جينا عفاكم هنا لهاد لو باساج اللي كيتكلم لينا على لا نوي واخا نحيدوه تنعاودو نرجعو ليه ماشي سي بازون بروبليم ردوا البال كيفاش غيوصف لينا هذيك العاصفه في هذيك الليله ان تيريبل مرعب سكري سر واخا هذه متعلقه اكثر بالينيغم ولكن ما يهمناش اذا رد البال هاد لا طومبيت il faisait une terrible tempête. ردوا البال تكرار من طرف الكاتب شتي انت هذه جمله واحده حيت كاينه غير بوان فيغول هنا داكور الجمله في الفرنسيه كتقاد بان بوان دونك جمله واحده لقى فيها التكرار غالبا الا درتي انت هذاك التكرار كيسطر لك عليه الاستاذ خطا ولكن الكاتب ملي كيدير واحد التكرار ما كنحسبوش بان الكاتب راه ما عرفش يتفادى التكرار ولكن كنحسبوا بان الكاتب كيقصد هذاك التكرار اذا التكرار ديال كلمه تيريبل اللي كتعني مرعب فعندها سبب ديالها وهذاك التكرار يفيد حتى في العربيه راه نفس الشيء اساليب التكرار ماذا تفيد تفيد الالحاح على الشيء داكوغ دونك ici c'est l'insistance sur la chose داكوغ ان تيريبل طون داكوغ
سيت نوي لا اذا ردوا البال اولا لا نوي علاش لا نوي من الرعب من الرعب ان الرؤيه ديال الانسان ما تكونش كتمشي لبعيد كوغ من المسائل اللي كدير الرعب اذا غالبا كتلقى ملي نبغوا ندير لك الرعب كنديروا لك الليل ولا كنديروا لك واحد القصر كوغ ولا كان السينما غالبا كنقربوا لك الصوره كتبدا تشوف غير الوجه ولا كتبدا تشوف غير العينين ولا كتبدا ما كنعطوكش بزاف ديال الحويجات باش كتبقى دائما خايف من داكشي اللي بالجناب اللي ما كتشوفش داكوغ اذا ملي كيكون عندي الليل الا كنتي واقف وليله ديال الرعد وربما ديال الشتاء وديال ياك هذيك الليله راه ربما ما كتشوفش حتى فوق جوج متر قدامك وهذا كيزيد من ديك المساله ديال الرعب. بيان لي توغ صومعات ديال لو شاطو عندو دي توغ لي توغ تخومبلي غنشوفو هنا عفاكم ترتعش كترعد وغنشوفو هنا الاستعمال ديال لي فيغور دو ستيل كان لي فيغور دو ستيل غنلقاو بزاف ديال لي بيرسونيفيكاسيون هذا بيرسونيفيكاسيون تشخيص شنو تشخيص هما اللي كنعطو للاشياء كنعطوها اوصاف ديال الاحياء ولا الحيوانات كنعطوا اوصاف ديال الانسان اذا لي تور ترومبلي ياك لي جيروات ما بحال واحد المروحات ديال الحديد كيكونوا معلقينهم فوق كيوريو الاتجاه ديال الريح كيكونوا يدوروا في الاتجاه ديال الريح اذا كتكون اكس وكيكون واحد الحديده واقفه وكتكون لاصقه فيها واحد الحديده كبيره بحال السهم وهذيك الحديده كدورها الريح في الاتجاه ديال اللي غاديه فيه اذا بهذه الطريقه كانوا كيعرفوا شنو الاتجاه ديال الريح. بيولي كتقال على الغرانسمون داك الصوت ديال الباب مثلا ملي كيجي يتسد ولا شي حاجه كتبدا تسمع داك الزيط اللي كتكون ديال الباب ولا ولكن كتقال ايضا على الدري الصغير ملي كيبدا يغوت كوغ دوك لو فو غومبي كنرجعو غومبي يزحف وهذا كنرجعو ايضا داكشي اللي قلنا دابا شويه قلنا لا بيرسونيفيكاسيون كنستعملو بزاف لي بيرسونيفيكاسيون دونك ف شفنا لو باساج دابا على داكوغ شفنا كيفاش كيوحي بجو ديال الرعب تصور معايا هاد الليله والبرد والحيوط كيتحركوا في بلايصهم داكوغ جو ديال الرعب خطير ليله سوداء جدا ما كيبان لك والو داكوغ نقدروا نشوفوا نموذج ثاني هو لو باساج سور لو فواياج انتربري بار اوليف بوغ الي فوار بريندا وبالاساس بالاساس ملي غيدخل واحد لافوغي دي سابان اذا نمشيو لهاد لافوغي دي سابان نرجعو عفاكم لهاديك انسيرسيون ونمشيو دابا البي داكوغ اذا شتوني كنمشي لانسيرسيون هذا فائده كنمشيو لانسيرسيون كنمشيو لسينيي داكوغ دونك قبل ما تصاوب هادو كتجي كتكليكي في البلاصه اللي بغيتي تبدا تمشي ليها كتجي هنا كتكتب شي سميه ما دير فيها لا ارقام لا اسباس الرقم تقدر ديرو الوسط ما تبداش بالارقام الا بديتي بواحد ما تبغيش تبالك داكشي علاش بغيت ندير طومبيت درت قدامها ا وبغيت ندير سابان درت قدامها بي علاش باش يرتب ليا ب ا بي سي كومبا اصلا باديه بالسر انا ما شلا دونك وكدير اجوتي كتكتب السميه كدير اجوتي كتولي ملي تبغي الا بغيت تمشي لهذيك البلاصه مباشره كتولي تجي تفتح ثاني هاد السينيي كتكليكي على لو سيني اللي بغيتي تمشي ليه وكتجي دير اتاندغ وكتمشي مباشره لهذاك لو سيني كنتي كتقرا في شي كتاب ولا شي حاجه سيغ وورد فهذا كدير هاد لي سيني وكتخدم بهذه الطريقه اذا رجعوا دابا لهاد لا فوغي دي سابان ونشوفوا كيفاش غيصور لنا الكاتب هاد الجو ديال الرعب في هاد لو بوا دو سابان داكوغ اذا اول حاجه اش غيقول لنا غيقول لنا لو بوا دو سابان ياك وغيعطينا تشبيه قلنا لي فيغور دو ستيل اللي كيكونوا دي فيغور دو ستيل اللي ديال لا كومباريزون ديال لا بيرسونيفيكاسيون ديال لا ميتافور
اللي كيعطونا داك الجو ديال الرعب، كيردوا ديك الاشياء بحال احياء وبحال كهد. اذا اش قال لنا؟ قال لنا هاد لي صابا، هاد الاشجار كي دايره باغي، هي شبيهه بدي سبيكتر. لي سبيكتر هما لي فونطوم، هما الاشباح. تعطيتي معايا البال؟ ثم ils étendent leurs bras. اذا الاغصان ديال الاشجار شبهها لنا بالايادي ديال البشر، وهذه هي اللي قلنا كتسمى لا بيرسونيفيكاسيون، اساليب التشخيص. داكوغ؟ فكيف ما كنشوفوا دابا، مادام كنحلوا حنا في الخصائص دابا ديال لو فونتاستيك، خصنا نعرفوا اون شوز، خصنا نعرفوا بانه بغيتي تكتب خصك ضروري تضبط الخاصيات ديال داك النوع ديال الكتابه اللي كتكتب فيه. ضبط هذوك الخاصيات، ولا بغيتي تتجاوزهم بامكانك ديك الساعه تتجاوزهم، ولكن ما يمكنش تتجاوزهم بلا ما تضبطهم. الكاتب دابا ملي كيجي يكتب لينا ان ريسي فونتاستيك، هنا دار لينا ان ريسي فونتاستيك وتجاوزو، مشى من وراه، مشى بدا كيتحدث على الخصائص ديال لو كونت، دخلهم على الفونتاستيك. ولكن كيف ما كنشوفوا راه ضابط لينا الخصائص ديال الفونتاستيك. ملي كيجي وبدا يدير لنا داك الوصف ديال الرعب، راه عارف الوسائل اللي خصو يستعملها في جو ديال الرعب. دونك ف قلنا ايز اتوند لو بغا كوغ. عندنا هنا كيتكلم لينا على هاد لافوري، قال لك اش ساكن فيها لا نواغ تيغور ابيتي ولا ابيت. داكوغ، ردوا البال هاد الاستعمال. نعاود نذكر بانه سولوني تلامذ قال لي علاش كاتب كيحكي قصه في الماضي وكيخلط ما بين لو بريزون وما بين لو باسي. ردوا البال بحال هاد لو باساج هنا، لو بريزون علاش كاين لو بريزون هنا؟ قصه محكيه في الماضي، وعندنا لا نواغ تيغور ابيت دون سيت فوري. دونك فهنا باش يرد هاد لا سين، يردها حيه، هاد المشهد كيولي حي بحال كنشوف فيه قدامنا، شي بحال في شي تلفازه سير كتفرج فيه مباشره انت دابا. الا داروا في لو باسي كيولي واحد لو ديكالاج ما بين الاحداث وما بينك انت اللي سير كتقرا دوك الاحداث، ولكن ملي كيدير لك لو بريزون كتولي واحد لا كونتومبورانيتي، كتولي انت والاحداث بجوج في نفس الوقت، فكتولي بحال عايشهم، بحال كتشوف فيهم مباشره دابا. اذا هاد العباره مثلا نقدر نقول لكم بزاف ديال الافلام، الا تفرجتي مثلا في لو سينيور دي زانو، شفتي واحد الغابه فيها واحد الاشجار حيه، هذيك الغابه ملي غيمشيو يوقفوا قدامها غيقولوا بالضبط هاد الجمله، غيقولوا لا نواغ تيغور ابيت، هما غيحيدوا غير ديك دون، يقول لا نواغ تيغور ابيت سيت فوري. فيلم لو سينيور دي زانو من ذا لورد اوف ذا رينج، كاين فيكم اللي شايفينو غير بالانجليزيه مترجم بالعربيه، من الافلام اللي خاصها تشاف. داكوغ، من الافلام اللي فعلا خاصها تشاف، داكوغ، لانها من روائع ديال السينما. وهذاك الفيلم فيه لو فونتاستيك وفيه هاد الجمله بالضبط، داكوغ، اللي كاتب هاد الكاتب هنا كيقولوها في هذاك. دونك اذا شفنا هنا ملي كيصور لك لا فوغي بهذا الشكل، كيشبه لك لي سابان بالاشباح، وكيدير لك بان هذوك لي سابان مادين لي دين ديالهم، وكيدير لك بانه الرعب الاسود كيسكن في هذيك لا فوغي. دونك اذا كنظن ما بقاش باش نطولوا دابا في هذا الموضوع، وندوزو النقطه الاخرى، اسيس، الخاصيه الاخرى اللي دار الكاتب ديال الفونتاستيك في لو شيفالي دوبل، دار لنا ان ريجيستر ايبيك. بيان، شنو هو الريجيستر ايبيك؟ الملحمه، ليبوبيه الملحمه. لو ريجيستر ايبيك هو واحد لو ريجيستر اللي كيجيو كيضخم الافعال ديال الناس. فاذا ملي كنجي مثلا بغي نوصف حرب، ياك بغيت نوصف حرب، كنوصف بان حتى الاعداء راه عندهم واحد القوه خارقه، وبان المعركه راه كانت حاميه الوطيس. علاش؟ باش نبين بان هذاك البطل فعلا راه بطل كبير. وما لا بينت بانه الاعداء ضعاف وبان الحرب دازت سهله وكذا، اذا ديك البطوله ناقصه، ديك البطوله ماشي هي هذيك. دونك فاذا لو ريجيستر ايبيك كاين فوق. اذا لو ريجيستر ايبيك كتقدر تستعملو غير الوالده ديالك في الامور العاديه، ولكن ملي كتستعملو راه كتستعمل لو ليكسيك ديال الانجازات وديال الحرب وديال، ياك انت مثلا بريباريتي ونجحتي في امتحان، الوالده ديالك بغات تبين بانك راك، ياك وراه ما كانش كينعس وراه كان كيتقاتل
نهار كامل هو مضارب مع الدروس. دونك اذا رديتي البال كتنفخ داكشي. كاش كينعس واش يمكن انت ما كنتيش كتنعس؟ كنتي فعلا كتقاتل. قدر الله قلبنا نلقاوك لا كترتي راك واحد ساعتين في النهار ولاش كتقرا ولا ثلاثه د السوايع. داك واكي الوالده بغات داكوغ عزيز عليها وبغات تبين بالله ولدها واسرتها راهم متميزين وكذا، وما كانش ينعس وكان يتقاتل وكان كذا وكان هذا وكان هذا وكان هذا وكان هذا. اذا هذا هو لو ريجيستر ايبيك، وغنشوفوا في هذا لو ريجيستر ايبيك غنشوفوا لو باساج دو لافرونتمون انتر لي دو شيفاليي، ياك لو شيفاليي ليطوال روج لو شيفاليي ليطوال فيرت. غنشوفوا هاد لي دو شيفاليي ملي غيتلاقاو مع بعضياتهم. انا راه كنحاول ما امكن نتفادى بانني نتكلم لكم بالفرنسيه، ممكن نكون نشرح بالعربيه وما كنتكلمش اطلاقا بالعربي، ما كنقولش نشرح لكم بالفرنسي بحال الدرس اللي غنعاودو دابا بالفرنسي، ما كنتكلمش بالعربي اطلاقا. دونك فاذا نشوفوا هذا لو باساج نعاودو نرجعو، غنمشيو للانسيرسيون في الوورد، نمشيو للسينيي، وغنمشيو هذه المره الكومبا، ونمشيو لاتاندر، وحنا دزنا مباشره لو باساج. كون بغينا نقلبوا عليه كون راه جلسنا نهار. اذا درت لكم غير هذا لو باساج، غير ردوا البال، انا يمكن نقول لكم هذا لو باساج راه قرا هذا لو باساج كامل راه غتلقاه كداير، ولكن غنعطيكم منه انا غير نموذج. اذا لي زيبي هما السيوف، اش قالنا على لي زيبي؟ اون طومبون سيغ لي ماي داسي. اذا كيلبس واحد اللبسه كيحتاموا بها فيها الفولاد، داكوغ، ديك الخودة وداك الدرع اللي كيلبسو هادوك المسائل، داكوغ. إذا ملي كيضربهم بالسيف كيضرب الحديد. إذا كاش قالك؟ قالك ملي كيضربو السيف ملي كيضرب الحديد فزي جايغ دي جيرب دي تانسيل. شنو هما الجيرب دي تانسيل؟ الجيرب دي تانسيل هو ملي كتبدا تصط بالرابوز على الفاخر وكتنوض بزاف ديال داك الشرار، ياك؟ دوك النقطات ديال العافيه اللي كيطيروا من المجمر، ولكن ملي كيطير عدد كبير ديال دوك النقطات. اذا ضربه ديال السيف على شي حاجه ديال الحديد اجي هذا طير جوج ديال لي زيتانسيل ولا ثلاثه، ولكن هذا قال لك كطير دي جير دي تانسيل، كطير عدد كبير بيتيونت. ملي كيديروا كيدير واحد الصوت بحال والماس ملي كتحلها وتبدا كدير داك الصوت ديال داك الغاز ملي كيخرج. دوك قال لك هاد السيوف واخا غادي ترومب سوبيريور، يعني هاد السيوف راه مصوبين من نوع ديال الفولاد الممتاز، ولكن رغم ذلك الفور ابغيشي ولاو بحال المناشر، يعني من كثرة ما تشرطوا بالضرب مع بعضياتهم ولاو بحال المناشر. إذا ردينا البال للمبالغة، يعني راه معركة اللي ميمكنش تصدق. وفعلا اللي تبعتي هادشي كامل الوصف كامل غتلقى بانه ما يمكنش الحويجات كلها تكون، كنظن انتهيت من هاد هذا لو باساج دي فواياج اللي رجعتي ليه راه تاو غتلقى فيه هاد الحويجات. ندوزو دابا لاسيت ليزيتاسيون اونتر ليكسبليكاسيون راسيونيل اي ايراسيونيل. الكاتب كيحاول دائما يقدم لنا واحد التفسير لوجيك، واحد التفسير منطقي ديك المسألة اللي هي سيغ ناتوغيل، ولكن حاجة هنا واخا نقول لكم لي زاد لو باساج جو ميكسكوز غتسمحوا لي هذا غير نسيت ما بدلتش هذيك الصفحة اللي قبل درت لها كوبي كولي ونسيت ما بدلتش اش غنقول لكم هنا. إذا نساو هادشي اللي مكتوب هنا عفاكم وانتبهوا فقط لهادشي اللي غنقول لكم دابا. دونك إذا هاد ليزيتاسيون كتكون، ولكن بالنسبة لهاد لوفغ هاد ليزيتاسيون ما كايناش. ما حاولش الكاتب يعطينا شي تفسير منطقي لهذاك الشيء اللي وقع الإدويج داك الحمل ديالها بمجرد نظرة ديال هذاك لو بوهيميا. إذن هاد النقطة كتكون هي في الفانتاستيك، ولكن بالنسبة لهاد القصة ما كايناش. ندوزو دابا لو تام دي دوبل، الازدواجية في هاد النص. إذن لو تيتخ دابور لو شيفالي دوبل راه كيوحي بالازدواجية، ياك؟ وقلنا هنا غيتكلم لينا على واحد الظاهرة كنقول لها ازدواج الشخصية، ياك؟ لو ديدوبلمون دو لا بيرسوناليتي. هاد أوليف ولاو فيه جوج ديال الناس، ولاو ساكنين فيه جوج ديال الناس، ولا ساكن فيه واحد الشوفاليه ليطوال غوج واحد الشوفاليه ليطوال فيرت. ندوزو دابا ونشوفو المسائل اللي كتعلق بهاد الازدواجيه، نختمو بها هاد التحليل ديالنا. الازدواجيه ديال لو بيان اي لو مال. اذا اوليف فيه لو شوفاليه ليطوال فيرت اللي كيمثل لينا
le bien, le khair, ou le chevalier à l'étoile rouge, le kimettel lina, char. D'accord? Le khair, menin j'ai l'olif. J'ai men l'eb, le baron, bah l'haqiqi. D'accord? Le comte de Lodbrog. Fa, hna, l'origine dialo est l'origine slave. يعني من النرويج او ما يسمى كانوا في الماضي كيتسموا لي فيكينغ دكاغ والاوروبيين كيفتخروا بزاف بالجنس السلافي ديالهم دكاغ وكيعتبروه هو الاصل الحقيقي ديالهم دكاغ والجنس السلافي كيتميز بجوج ديال ثلاثه ديال الصفات الاساسيين دكاغ اللون بيض بزاف الشعر زعر والعينين زرقين و القامة طويلة وقوية داكوغ دوك ولكن هاد أوليف عنده واحد الأب آخر داكوغ اللي هو لو بوهيميان اللي ماشي عاشر الأم ديالو ولكن بالنظرة ديالو المسحورة قدر يدخل الشخصية ديالو في الشخصية ديال داك الولد اللي غادي يتولد داكوغ إذن لوريجين ميديترانيان الأصل الميديتراني الأصل الميديتراني هو الأصل الأفريقي ديال أوروبا الناس اللي طلعوا من أوروبا لأفريقيا داكوغ علاش لأن هاد البوهيميان جاي من إيطاليا واللون ديالو أسمر والعينين ديالو سود داكوغ وفي هاد النص للأسف نص نقدر نعتبره أنا هذا تفسير شخصي نقدر نعتبره نص عنصري داكوغ دوك فهاد النص كيعتبر بانه كل ما في اوليف من خير جايه من الاصل السلافي من اصله من النرويج وكل ما جايه من الشر جايه من اصله اللي جاي من البحر الابيض المتوسط لا ميديتيرانيه بحر الابيض المتوسط مش شرحت لكم هاد كلمه ميديتيرانيه داكوغ اذا اصوله اللي جاي من بحر الابيض المتوسط اللي هي اللي هو بحر مشترك ما بين اوروبا وافريقيا ومنه كطلع منه كيطلعوا الناس الافارقه لاوروبا ومنه كيعتبروا بانه مشى لهم داك اللون الاسود واللون الاسمر داكوغ دوك فاذا ملي كيعتبر لينا هذا بانه الجنس السلافي كيمثل الخير كله والجنس الايطالي كيمثل الشر كله دوك ف يسمح لي بزاف هذا الكاتب ولكن داكوغ كنعتبر بان النص ديالو عنصري لاقصى درجه دونك اذا حتى اللي حكى لنا هذه القصه طائر لو سيني طائر جميل جدا وابيض جدا وهو الطائر اللي كيكون في لي كونت ويكون في الحكايات السعيدة وهو الرفيق ديال الأميرات وديال القصور وديال ياك ولكن الطائر اللي كاين مع لو بوهيميان هو لو كوربو هو الغراب الأسود داكوغ مادام تكلمنا على هذا الأبيض والأسود ندوزو للألوان إذن الألوان السلافية لو بلون لي زيو بلو هنا لو برون لي زيو نواغ هادو لي بيض وعينيه زرقين وشعره اشقر راه كيمثل لينا الخير واللي سمر وعينين ديالو كحلين هو راه كيمثل لينا الشر ثم لون اخر ملي كيتكلم لينا على النرويج كيقرنوا دائما بلا بلونشور دو لا نيج وملي كيتكلم لينا على لو بوهيميان كيقرنوا بلا نواغسور دو لا نوي نقدروا نزيدوا هنا لا سيرفاس بلات يعني اللون يعني المساحة ناعمة ديال التلج وهنا مقرونة بلا طومبيت بالصوت ديال كوغ الرعد وديال البرد الشديد وديال لا نواغسيغ دو لا نوي دونك كنظن بهذا نكونوا انهينا الدرس ديال اليوم بقى لي الا نسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق ونتمنى لكم حظ سعيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.